غيري حياتك واشتري التزاماتك يا قادرة. يا قادرة احنا بتوع الترابات 2 نمبر 1 مش نمبر 2. اوعى بطنك تعلى اوعى بطنك تعلى. انورة انورة الحقي جوزك قبل ما يضيع منك. الفضائيات ما خلتش للمحل يضحك حاجة. ما بنشتغلش غير باللاف بالاف بالحب بالحب. وابو ميات في المولات عندنا بسبعة ونص. كله بسفن عندها. تعالي يا أمورة كله بالحب بالحب. آه يلا بسكوتة نعملها معلم. روح كده فرد توتي نقسمها لو انت تستشبع كوباتيشة عشان نسيح من عينيا يا سيد المعلمين. آه السيح أدلع يقول لنا تنطط عليه. حد ينوني خرسانة يا صباح الفل يا مؤامل. خمسينة لسالم وستينة ليا. ستينة ستينة وقص. عينيا لسالم وحبايب سالم. صباح الفل صباح الفل يا استاذ خيري. يا استاذ خيري يا كشكول يا اللي بتفتح العقول. عارف يا بسكوت انا بحبك جدا لانك دايما بتقول اسمي كده بتشهرني في السوق. بقول لك يا استاذ خيري الاقيش عندك كتاب اغاني عبد الاسكندراني؟ بس انت بتعرفش تقرا يا بسكوت. ما انا هسمعه. المعلم سالم قصدك في فرده توتي لحسن اليوم طويل وشكله بيسقط والغسيل عمال بينقط. عينيا لسالم واللي منه واللي منه مزعلني. خد اديله الدرشامه دي وما تخلوش ياخدها على الريق. ليه؟ هيجي له هبوط في الكبوت. حلاوته. اوه الله يرحمك يابا سبتني اللي تسند عليه عشان اسيبه اموت على مهلي والعب في الاهلي. ابو اخته ما لاقيش يا اخويا عندك قميص نوب كده مشخلع. بقول له اطفي النور. ادي نام جنب فرده تيوبلس. وسع وسع وسع. احلى شاي لمصمم ازياء العشوائيات. الله يرحمك يا فرساتشي. راح مغمور عليه. اوعى خد. انا اقول احبه ليه؟ انا اقول احبه ليه؟ اضف الى معلوماتك واقرا اللي جاي. يا مرارتك يا توتة. 123 124 125 كده يبقى 125 بالكمال والتمام. شكرا يا بنت. خدي بقى دول عشان تشكري يا ست الكل. الهي يا رب يتربى في عزك ان شاء الله يا رب. عقبالك يا حبيبتي. فوقي بس بقول لك ايه، ادي الكارت بتاع المحل اهو. اي طلبات احنا في الخدمه. شكرا قوي. السلام السلام. ماشي 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 انت ماشي يا حلوه يا قطه. ولا كوتا نعملها معلم. عايزك تعدي على عادل الجزار تجيب لنا بقى حته من الموزه مشفيه. لمين؟ كباشا. كباشا عايز كان لسه ما فطرتش. يبقى هات لك بقى طعميتين وانت راجع. يا سلام. يعني كباشا احسن مني؟ ايوه احسن منك. تعرف انت بتفكرني بالكلب ده بايه؟ لمين؟ فرده البوز يا بعيد. البوز. اه فرده البوز. فرده البوز كله عليا انا. يا سلام يا معلم سالم. الفردتين دول شمال، فين الفردتين التانيين؟ بلد بواحد شبهك خد اتنين يمين لبست اتنين شمال. ما احنا عايشين عشان نلبس. واللي خلق الباشا بنحب الحكومه. يا باشا انا بربي يتامى. الله يخليك يا باشا. يا جمال نسر يا ناس. و...
وعينيه خضرا وبيضاني امريكاني. الباشا بتاعنا امريكاني. ايه 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 يا انت باين ما تخدش كمان نجيب لك شاي. حقك عليا يا عم. انت لسه قايل رساله طويله. مش هو حد يقدر يفتح بوقه. ايوه تشكر يا خالد بيه، كانوا واقفين لنا زي اللقمه في الزور. عيب عليك، انت عارفه كويس. الامن لازم يرجع بقى، عايزين نحس بالهيبه. مش عارفه ارد لك جمايلك ازاي. خلاص اتكلم. صفر انزل هات الواد اللي عامل الليله تحت ده. حاضر يا خالد بيه. انت بقى ايه حكايتك يا لك؟ يا باشا هو حد يقدر يطول يسلم على الحكومه؟ دي حته مصطبه بنيتها قدام البيت وقلت بالرجاله يا ساعه العصريه مسكوها دغدغوها على شوخ القوه والاداره وقالوا لي ده اشغال طريق. ايوه والاداره وقعدت امك لظبطك على 90. بس ليه على ربيع روح امك حب الطيور ماشي خفيف. اطلع انت بره يا لك. شكرا يا باشا. انا هنا هنا احنا هنستخلص روح امك؟ احنا هنهرج ولا ايه؟ اطلع انت صفت بره. حاضر يا باشا. ايه حكايتك يا فين بطاقتك؟ بطاقتي يا باشا، بس انا عارف الحكومه بتحب تسال السؤال ده واحنا علينا الحكومه. اسمك ايه يا لأ؟ ابو اخته. ابويا اخويا؟ ابو اخته يا باشا، حيث الحنيه برب في يتامى ربنا ما يكتبها عليك وعلى حد. ابو اخته. شغل يا لأ؟ مروج اشاعات. احنا هنهرج روح امك؟ باشا ما انت عارف البير وغطاه، امك كوتشيين على كام تيشيرت وبترزع، يا باشا الفرشه بتخش عندكم 100 حته بتطلع 20، عايزين ننقذ ما يمكن انقاذه، وغلاوه النسر ده اللي بحبه بدون مبرر ومش عارف ليه، انا طول عمري صفحتي بيضه ما اتكتبش فيها غير صح، اللي هي على فوق دي وبالاحمر. خلاص بقى يا خالد بيه عند المره دي، اديله البطاقه خليه يمشي. ماشي يالا، عشان خاطر الباشا المره دي. الله يكرمك يا باشا. انا غلبان ومن اهل السلام وربنا لو عملت كده تلاقيني. طب بالنسبه بقى لحاجتي وحاجه الناس اللي واقفه تحت دي، ابقى عدي على الحياه روح امك بكره وخدها. يا جمال الظابط بتاعنا ابو عين خضرا الامريكاني. احنا هنقف يلا ولا ايه؟ يلا بالسلامه. يلا يا ابو اخته يلا. بالراحة على الناس شوية يا خالد، الناس ما عادتش مستحملة. ما تقلقش يا عم ماهر، أنا عارف شغلي كويس، وبعدين النوعية دي لعلمك ما تجيش غير كده. الهيبة بتجيش بالقوة والافتراء على ما خلق ربنا يا خالد بيه، الهيبة بتيجي بحب الناس، وحب الناس ما بيجيش غير بالمعاملة الطيبة. يا ابني أنا لو عملت اللي أنت بتقول عليه ده، دول ياكلوني في الشارع. أجيب لك قهوة؟ أنا مش عارفة بس لازمته إيه تجيبني يوم أجازتي يا أستاذ صلاح. أصحاب الشغل مستعجلين عليه. وبعدين يا بنت الرزق برضه يحب الخفيه. وانا عمري في حياتي ما هقول اكل العيش لا. يا استاذ صلاح انا امبارح مروحه مقفله كل الطلبات. حرام عليك، ده اليوم الوحيد اللي بريح فيه الجد. مالك يا بنت؟ بحلوه قوي كده ليه النهارده؟ انت فطرانه ايه؟ ليه؟ جرالك يا استاذ صلاح، ما تلم نفسك. لممها بقالي كتير قوي. بس انت كل ما عملتي حلوه خلصي. وبيت خلاص مش قادر. يا نهار اكيد انت مبين. انا عارفه من الاول ما جايتش النهارده يا مدرستي دي هينا يا راجل يا وقتي. يا الحمد اوريك. امشي امشي اطلعي بره ما تجيش عايش فيه تاني. اطلعي بره انت حراميه ما تجيش عايش فيه تاني. انت حراميه. هو انت حياتك حاجه عشان تتسرق يا راجل يا هلاس يا منتاس يا اللي اخرك كلبه انت يا بحارسات. الدنيا هام الدنيا. السلام عليكم يا سعيد. في ايه يا بنت مالي؟ مالي؟ مالي باخده بخلق الدرس برضه مش عاجل. خير اللي فيه ايه؟ اللي اسمه صلاح حاول يتلزق فيا النهارده بس لا انا ما سكتلوش، ده انا نزلت الجزمه على دماغه وخليت اللي ما يشتريه يتفرج. انت ايه؟ ما انا قايل لك 100 مره الراجل ده مش سالك حتى للباس. طب وحياه امه ريح منها. يا لهوي ابو سيدك بلاش فضايح والنبي يا سامي عشان خاطر. لا ايدي ولا رجل. هو ده غلطان يعني انا قلت لك؟ انت ياما من سعادي تمامك عندي على الفرشه. نكتب بقى. يا لهوي يا سعادة. خليكم انتوا هنا عشان ما حدش يغلط. تحت امرك يا ابو اخت. We'll be right back.
بقى مني الكلمتين دول بقى في ودنك بدل ما اقولهم لك على المالا، ولو البعيد اصنك اقولهم لك في التاني. لو مصريه خطرت لك بس في بالك هندمك على اليوم اللي امك لبست فيه قميص نوم احمر لابوك. امين امين. امين. بس بس يلا 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 يلا. بقى عايز تودي نفسك في داهيه عشان واحد لطي زي ده يا سالم؟ يعني انت عايز ترمي الكلمتين في حب واعمل فيهم سايح اجنبي؟ الله يسامحك. بص يا ما تشيل ايدك يا، وانا هروح فيك فين؟ ما انت حلواني كلام. تيجي اعزمك على كشري؟ انت بتيجي اشربك عصير قصب؟ ما ينفعش اسمه وجعني من هنا. ينيل حرقتني الشطار. بيعمل لها عملية قلب مفتوحة، أصل الطب اتطور. أنا كنت بشيل اللوز هنا امبارح. اللوز؟ بقول لك إيه يا سالم؟ أنا من يومين كده يا حبيبي نزلت اشتريت البياضات. ألف مبروك وعقبال التنجيد، ماليش أنا في جو رمي الكعوب ده. وأنت هتفضل معوم ممنوع جوازنا كده لحد إمتى إن شاء الله؟ قصدك معوق مش معوم، أصل أختي بالليل بتاعك أنا الصبح. هو أنا هستنى لما أختك تتجوز؟ خلاص يا أختي اجري في مكانك. بص يا مصرية، إن كتب لنا يعني إن شاء الله إن إحنا نعيش تحت سقف بيت واحد، لك يا ست الناس حرية الحوار ولي ديكتاتورية القرار. معناه الكلام ده يا سيد؟ معناه انك في الحوار اهزي براحتك، انا بقول لك اهزي فين وازاي، واهزي عليا شوية. يعني احط جزمة قديمة فوقي واسكت؟ ويا ريت بقى تبقى 45. الجو الرخيص ده. طب اطير انا بقى. ما شاء الله، وكمان بتعرفي تطيري؟ تم ترارارم. سنانه ولا تعويجة ودانه ولا بهدنته في كيانه. بس بس. ايه مالك؟ مفيش. ماليش؟ مفيش. بعافية شوية. رفضت العريس ليه يا سالم؟ عشان ما ينفعكيش يا بنت ابويا. اه راجل وسلام. يعني اديك لاي حد معدي كسلب؟ مش يمكن يبقى هو ده نصيبي. لا ده نصيبي انا ياما. يا بنت بص في المرايه جوه، انت اتخبلت في حالك، انت قمر. قول لها يا سالم، قول لها عشان دي مش حاسه بنفسها. يا سالم انا عايزه اتجوز عشان عايزه اريحك من هم، عايزه اخلصك منك، عايزك انت كمان تتجوز وتشوف نفسك. ياما انا شايلك على كتفي، انا مش هديكي الا لما يكون ولد. ما جبتوش ولاده. يا سالم افهم بقى، انا مش عارف احب تاني. لا هتعرف. عارفة انت اوعي يوم ما تشيل من دماغك اللي في الصورة دي تعرف انه واخد نصيب من الدنيا. انت كمان لازم تاخد نصيب. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ ما احنا كلنا رايحين يا ست. ساعتها لما نتقابل اقعدي فضفضي معاه. انا قصرت معاكي في حاجة يا بت؟ احنا قدام قوي من ايام الفراولة والبطيخ، ما تخلينش اتكلم. بس يا سالم. أتوحة عيشتك ارتاحت يابا، ما تخلص يا. ما هو يا معلم بقى، هو ايه بقالك ساعة بتطبق؟ هو عاملين طيب يا ملقح جوه قلبي، وقلبي مش متين. ان حبك جالي سكر اديني انسولين يا رب. شدها لك شوية بس يا مصرية، عايزين نفتح بيته بقى، انت لسه مخلصتش جهاز. صرفنا يا رب، فاضل لي شوية نواقص. عيلتك يا ابو غنيه ما غزيت. بقول لك يا معلم سالم، قول يا ابن الفصيله. هو يوم 18 يوافق الخميس؟ اتك عليه ويوافق. ما تخلص بقالك ساعتين. عامل ايه طيب يا معلم؟ كله ايدي بتوجعني. يبقى حلم. ايه؟ اتك عليه. ايه؟ بالهي. سلام يا اخويا. كلوه كلوه وطعمها كلوه وطعم كلوه وبس. مساء الخير على الحلوين. اهلا اهلا. ازيك يا شيماء؟ ازيك يا مصريه؟ ابو اخته. خد يا بنت.
يلا يا ابني لمني الفرشه دي. لا يا باشا، يا الغنوه دي ما حدش بيسمعها غيري ولا ايه؟ انا فرشتي تاخد الجمعه دي مرتين، وبعدين كل سنه وانت طيب. عيد اخواتنا المسيحيين كل سنه وهم طيبين يا سيدي. يلا يا ابني برضه يا باشا. بس يا بنت ريالة فرشتك شغلة الطريق يا باشا. يعني نفرش فين؟ افرش في بيتك يا روح امك. ما تسكت يا بنت ولا نضم لك بوقك. بلاش يا زغلول، ما تأجر لك محل بدل ما انت زعلان كده. يا باشا احنا لو معانا فلوس نأجر محل ما كناش جايبين المهنة في الرايحة والجاية. ربنا ما انتبه عليك. يلا يا ابني اعمل لكم همة شوية. يا باشا اوعى يا عم. يا ابني يا باشا. طب تفضل جيب لك بيبسي. رد عليا يا يلا يا ابني يا باشا عشان خاطر رد عليا بروح عيش يا باشا. احنا كده يا باشا بالنسبه لكم ترموا لنا اللقمه غلابه، لكن مفيش مانع تصغدوها فوقنا واحنا بناكلها. خلاص نقول يا باشا انا بدفع الشهريه في ميعادها ومحدش يقرب من فرشتي. جري يا باشا، ما بلاش افترى بقى. خلاص بقى خش اعمل الحاجه على الحرايه يا ابني. يلا هو شغلك جنان ولا ايه يا باشا؟ جنان؟ انا اعرفك الجنان يا ابن الكلب. شوف الشارع غير لما سفف التراب الاسم ده. بس احنا يا باشا ما اتخلقناش عشان نسفف التراب. سخاف اليوم ما لسه تعب ساعتها انا حد منكم. يا دل انت بتقول ايه بقى يا شاطر؟ تحلو حلو يا حلو. والكلام ده بقى يا روح امك انت حافظه ولا فاهمه؟ لا شمع. طعمته انه غلبان سعادته، غلبان ونفسه ياكل لقمه عيش بالحلال. احنا عايشين في بلد الضعيف فيها بيسع فواتير القوي. طول عمره ابن حلال وسخي واللي في ايده مش ليه. حضرتك سالم ابو اخته ده مش مجرد بياع تاخدت فرشته، لا سالم ابو اخته ده لسان حال الشعب. تمام يا فندم، اتفضل يا باشا. عجبك الدوشه اللي حاصله بسببك دي يا سياده الرائد؟ يا فندم لو كل كام عيل اتصورجوا عشان نطلع بلطجي زي ده الدنيا هتخرب ومش هنعرف نطبق القانون. الظاهر مفيش فايده فيك، انت متحول للتحيه يا سياده الرائد. النهارده احنا بنناقش قضيه خطيره جدا. الباعه الجائلين في شوارع مصر، هل هم قنابل موقوته ام مبني عليهم؟ النهارده في الحقيقه انا معايا كمان شاب مصري هيحكي لنا حكايته، وهو سالم الشهير بابو اخته. ازيك يا سالم؟ الله يستر اصلك يا ست الناس. ايه اللي حصل معاك؟ احكي لي اللي حصل بالظبط. معظم ده مش مهم اللي حصل ولا الحكايه بدات ازاي. ده مش بيحصل معايا يعني لوحدي. بس البلد اتغيرت يا سالم، ولا انت مش حاسس باي تغيير؟ ام حنان هي اللي اتغيرت. كانت بتضرب حنان الصبح، دلوقتي بتضربها صبح وليل. لو الضرب كان على البطن دلوقتي بقى فين يوجعك. انت تقصد تقول ان ام حنان هي الحكومه والشعب هو حنان؟ الله ينور عليك يا ست البنات. بس احنا ما نقدرش نعمم، لان كل كيان في الحلو وفي الوحش لغايه يوم الدين. عارفه مشكله البلد دي ايه؟ عايزه تجيب حاجه قبل حاجه، ما ينفعش. عايزه تجيب المفتاح قبل ما تجيب العربيه. عايزه اشتري زرار وبعد كده اتفصل له بدله. يمشونا من مكان بناكل فيه عيش قبل ما يجيبوا لنا مكان ناكل فيه عيش. يعني شغلانه الحلال الحرام. عارفين ناكل عيش
ولا حتى محصلين بقى حراميه. دي ميسي زون يعني اللي هو صيف على شتاء زي ما بتقولوا يعني. يقول لك رخص الفرشه للغلابه على الغفل يصحوا الصبح ولعوا في الغلابه. هو احنا غلابه بجد يا ست الكل؟ الغلب مش في الجيب. الغلب هنا، وطول ما الغلب هنا احنا مش نعرف نعيش. لان لو غرقت او ولعت هتبقى على الكل. زمان كان يقول لك المصري ابو دم خفيف، دلوقتي المصري ابو دم رخيص. تفتكر ايه الحل يا سالم؟ مراد حنان. مفيش حل، مفيش حل، لان البلد ماشيه على حاجتين غراب قوي. لا ياس مع الحياه اشتغلي ولا حياه رومانت نادي غوري في داهيه. داهيه مصر. ونسحب خيرك يا رب. محدش يقدر يقلبنا، كبير ويحسدنا. وبخمسة ونص وخمسة ونص وخمسة ونص وخمسة ونص. يا حازن يا فلس، سالم مش بيهلس. يا حازن يا فلس، سالم مش بيهلس. يا حازن يا فلس. المسرحية أهم مش شبابية. قالولي سمك البحور مش للي زيك فوق، هنا دمعة الغلبان ولقيت بتمسحها. قالولي روح البحيرة هناك في للي زيك سوق. قالوا لي روح البحيرة هناك في للي زيك سوق. أول ما روحت البحيرة يا عيني يا بلاني تمسحها. طب اتفضل. شكرا. والله يا هانم المعلم الشرقاوي الله يرحمه كان طول عمره خيره علينا. والله انا سمعت ان الواد سالم لما جه اخد منك الحاجه ما ضلك على وصل ببقيه الفلوس. حصل. حلو قوي. احنا بقى عاوزين الوصل ده معاك. معايا بس عدم المؤاخذه ليه يعني؟ عرفت ان البضاعه اللي خدها منك سالم ولعت يعني مش هيقدر يدفع لك الفلوس. ده انا كنت اولع في امه يا راجل. وتودي نفسك في ده يا معلم. لا لا انت ما تشغلش بالك بالموضوع ده خالص. هو الوصل ده بكام؟ 30 باكو. طب بص يا معلم، الواد سالم ده بوظ السوق وبيبيع بنص التمن، واحنا مش عايزينه وسطينا. يرضيك يعني يا معلم انه يبيع بنص التمن؟ لا طبعا ما يرضينيش. يبقى احنا كده متفقين. الوصل بتاعك ب 30 هتاخده ب 35. بس ده ما يرضيش ربنا. يعني ايه يا معلم؟ طلباتك. انا كده هطمع في خمسه كمان. امين. بس انت ما شفتنيش. انا ما نزلتش مصر اساسا. الوصل ده متطرخ يا معلم. لا. حلو قوي. انت هتنزل من هنا على اسم الموسكي، هتقدم بلاغ في الاسم سالم ده وترفع بيه قضيه بالوصل اللي معاك، وبعد كده تبقى فص ملح وذهب وسيب بقى عليا. مش هتاكل لقمه يا سالم؟ ماليش نفسي. ما تبصليش البصة دي يا بنت. كده مش هينفع يا سالم. مش هينفع يا ابن امي وابوي. الحبسة اللي انت حابس نفسك فيها دي كده ما تأكلش عيش. لازم تنزل تجري على اكل عيشك زي زمان. ود وشي فين من الناس اللي امنوني على حالهم وماله؟ يا سالم هو اللي حصل كان بإيدك. ما هو كان غصب عن الكل. وبعدين ما تخافش من الناس. الناس بتحبك. ما هي المشكلة يا نوجة في المحبة. دين صعب رده.
شارب، ده الاكل حلو قوي، بكره ربك يفرجها. يلا يا سالم بقى، يلا ورحمه ابوك وامك يا شيخ. ما شاء الله يا مصريه، بتاكلي ولا كأن ايدي اتخرب. يا اخويا فكها، خلي عندك امل. والنبي لو عنده نص املك ما اخش من الباب ده. يلا يا اخويا بسم الله. مين اللي جاب الفراخ دي؟ البنت مصريه، الهي يا رب ربنا يسترها. جات لنا النهارده وشايله شيء وشويات وعبت لنا التلاجه على الاخر. كسرت عيننا يعني. ان شاء الله يا سالم ربنا هيكرمك اخر حاجه وتلاقي الفرج بيدق على بابك كده في اقرب وقت. معقوله بالسرعه دي؟ انت سالم؟ في الدنيا ومن غلبي صاحبت الصف وماشي في حالي جنب الحيط وبعيسي والشوبة وحلمي بسيط اني بس اكون انسان وما تسجي عشان غلبان لكن يا خسارة في زماننا ما ينفعش يكون في كرامة وينفق سالي. طب على الطلاق طقت في دماغي انا والعالي صحابي نروح نطلعك من الاسم وانت عارف اسم الازبكيه كله ايه اوضتين والصاله. جرايه سالم اللي واخد عقلك يا بخته. عايز اعرف من ورا اللي حصل. دماغك فيها ايه يا سالم؟ دماغي فيها ميه نار بتغلي. المخزن يولع بالبضاعه والراجل بتاع بورسعيد يقدم وصل الامانه قبل ميعاده بشهرين وبعد كده يختفي واتعمل في السجن اوسخ معامله. في ايه تاني؟ فكرك يعني ان في حد ورا الكلام ده كله؟ ده حد واتنين وتلات. قرار الحوار ده عند الواد اسامه الطاف. كفاره ابو اخته. الدنيا صغيره قوي وعهد الله. بس شوف ربك لينا نصيب نتلاقى تاني. او عهد الله. على فكره انا كنت بروح اطمن على اختك اشوفها محتاجه حاجه كده ولا كده. ادوالها دي اختي واكلين في طبق واحد. ده انا اخوك اسامه الطاف يا سالم. كله هيبقى في ميزان حسناتك ان شاء الله. امين يا رب. امين يا رب. عدل يا رحم. اديني اللي في جوفك ولا نقول للزمان ارجع يا زمان ولا افتح انا اجيبه بنفسي.
خالد بيه. خالد بيه خليل. قابلته عند دولة مرات الشرقاوي. هو اللي وزني عليك الصراحة. أحب إخلاصك ليا وسلمني على ألطاف. ألطاف عرف التربي. I love you. لف وسط الدار العريض. لا سلام ما ينفعش سالم، عيب يا سالم. لا 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 بلاش كده سالم. بطل سالم، سالم بطل. اسمع انا الشرف سالم. اسكت يا سيبها بقى يومين تاخد العين واصورها لك بالموبايل، عشان لو نطقت اسيبها لك على النت تستهوى يا رحوم. يلا يا ابني. الله، والله زمان يا سالم، بقالك سنين يعني ما عتبتش العتبة دي. ربك كبير واكبر منه مفيش. انا عايزك تساعدينا يا دولة. وانا عنيا ليك يا سالم. والله يا بنت لسه قلبك ابيض. قلبي بس ده انا كلي ابيض. عارف قصر الكلام يا ست الناس، قطنه احسن من نحته. انا عايزك تقفي جنبي وترجعيني اقف على رجليها من تاني. انزل البضاعه للناس اللي رهنوا عليا واتخرب بيتهم، وحط البضاعه على ست الكل بتاعتك. كل واحد من السريع هياخد حسنته قوته يعني. والمقابل يا مولاي كما خلقتني مفيش. لا فيه وفي كتير قوي. ما وحشتكش؟ هو انا قلبي فضحني ولا ايه؟ تكش. نورتي البيت. الحمد لله على السلامه يا سالم. البت الموزه دي قاعده سرحانه فيها ولا حاجه يا حبيبي. الفيلم ده حلو قوي. قوي. البيت بقى له اعلى نانوجه. نفسي اشوف لك كده عيلين ثلاثه، حد قاعد فوق البلازما تاني بيمشي على الحيط، حد بياكل في الكنب. لعيبه متوحشه دي. جالك عريس النهارده. مين؟ الواد خيري. الواد انا مربيه على ايدي ومنكسر وطيب وابن ناس ملوش في الشمال. استني افكر بس يعني يومين ثلاثه كده. يومين ثلاثه؟ طب لو عملت كده ترد عليا بسرعه؟ بس بقى يا سالم بطل بواخه. وبعدين يعني هو جواز بيجي خبط لزق كده، هو مش لازم ان الواحد يعني يقلبها كده في دماغه ويشوفها كده تيجي كده، يجيبها يمين تجيبها شمال، يدورها في دماغه يعني الحاجات دي ولا ايه؟ يعرف هو داخل على ايه ودنيته ايه. والله عموما انت عندك حق يا نوبه. الوقت انا ما اعرفوش اصلا، انا كذاب تحي الوسخ مش متربي وما عندكش اهل وسكته كلها شمال. اللي تشوفه يا سالم يعني اللي تشوفه. قلقت على لبك. ها وجعني أنا مش خايفة من الموت. إذا ألم أنا بتاعت الفحش والله. هو يا سالم. هو يا سالم.
بس خوش بس عشان تبقى النظرة الأخيرة. قدرتي تحرق قلبي! انت شايف نفسك يالا؟ اللي زيك يروح امك بيعيشوا طول عمرهم مكتومين لحد يسمع عنهم وانا اعرفهم. ملعون ابو عينة امك. ليه؟ لأنك مش مصدق، مش مصدق، مش مصدق إن أنت هتموت زي كل الناس. تبقى شوية تراب ممكن يضايقك حد على جزمته. عارف أنت لو مصدق كنت تقيت الله فيها ورحمتني وسبت أختي في حالها. أنا هخليك تصدق. ماهر توفيق عبد المجيد المحامي حاضر عن المتهم. انا عايز اتكلم جنابك لان اللي جوايا مش في كل الكتب اللي درستوها. قرب 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 كله بخمسة ونص. ما بنشتغلش غير بالحب، بالحب وبس. مش عايشين غير مين يا باشا؟ انا كان كل حلمي عايش مستور وانا مش خايف. ظابط حطني في دماغه، كتبني في بطاقته شغلانته وفضل ورايا لغاية ما جابني هنا. بس انا وديته هناك لانه ما كانش مصدق، مش عارف ان كلها رايحة، كله هيبقى تراب رماد. انا اللي زي كتير قوي يا باشا، بيضحكوا عينيهم مدمعة، بيموتوا في اليوم ألف مرة وبيتداس عليهم بعدد أيام عمرهم. يا باشا أنا طول عمري عايش في السوق، اتعلمت هناك إن حكم التراضي أرحم من حكم القاضي، أرحم بكتير. أنا طمعان في رحمتك، في رحمة اللي خلقك. انك تحكم عليا بالاعدام دلوقتي بدل ما موت نفسي واموت كافر. على الاقل اللي ما خدتوش هنا اخده هناك. يا باشا اللي زينا مش بيعيشوا عشان يحققوا اللي هم عايزينه، اللي زينا بيموتوا عشان يحققوا اللي هم عايزينه. واللي انا عايزه المره دي مش بيتر، انا عايز اختي نور. عايز اختي نور.
طول ما الديزل معاك اعتبري نفسك في السيف سايد. كات! حد قالك تتكلم يا ديزل؟ انا اسف يا استاذ والله يعني اندمجت في الدور. اندمجت ايه بس؟ يلا شغلك خلص روح يا ديزل. الجوانتي ده ادي لمين يا استاذ؟ بلغوا رمضان ان احنا جاهزين يا جماعه. ايه ده يا استاذ محمد رمضان يا جماعه؟ ليكوا حاجه تاني؟ انت مرتبطه؟ بس يا بابا. بس يا بابا؟ ده انت معلمه وبتتكلمي وانا واقف. استاذ بستاذن سيادتك بس كنت عايز اخد صوره سيلفي مع حضرتك عشان احطها على الويل بيبر على التليفون. طب معلش بس ممكن لما اغير عشان ده لبس الشخصيه ما احبش اتصور بيه. طب حضرتك ممكن اتصور بالنص الفوقاني ده بس. لا معلش هخلص واتصور معاك. ممكن اتصور تحت؟ عليا. وعد؟ وعد. خلاص في رعايه الله. ايوه محمود يا رمضان. نتقابل في المكتب بعد كده. خلص الصوره واطلع المكتب على طول. والنبي شوف لي اغنيه الملك عملت كام مشاهده لحد دلوقتي. طيب يلا. مش عارف انتوا مستحملين الحر ده ازاي يا شباب. يا كيمو ثقه في اللي انا جايح يا شباب. يا رب خد يا اخويا امسك بريكك اهو بس كله بره بقى عشان المخرج بيتضايق. كل يوم كشري ده انا جاي القولون منكم يا جدع. فين قبضي؟ امسك اخويا 1000 جنيه اهو محروقه نار في جثتك. 1000 جنيه؟ وانا عرض حتى للخطر واخد 1000 جنيه وياخد ملايين ويتنطط على الناس بفلوسه وعربياته. ربنا يكرمك كده يا ديزل اشوفك زيه. يا عم انا مش عايز ابقى زيه يا عم انا كده رضا الحمد لله. فين فريم؟ يلا شيل الكرسي ده. يلا يا استاذ احنا هنبقى بادئين من هنا يا استاذ. رول ساوند رول كاميرا اكشن. اوعى تصدق ان انا عملت كل ده علشان الفلوس. انا عملت كل ده علشانك. انا عملت كل ده مكانك. وانا عمري ما استغنى عنك وعارفه ان ماليش غيرك. حر ونار في جتتك. اللي فين ده انا الملك؟ بص يا ده ديزل دي صورة مع الكينج. يا ابن اللعيبه شفته وحطيت ايدك على كده. ده حبيبي كده. بس دي مع عم ابراهيم وفؤاد. بص دي بقى مع عمهم كلهم الدكتور يحيى الفخراني. يا ابن المحظوظه الراجل ده انا عمري ما اشتغلت معاه نفسي اشتغل معاه. امال فين صورتك مع دنيا الصياد؟ حطيت التليفون في جيبك ليه؟ مش متصور مع دنيا الصياد انا. مش متصور مع اللي شغال معاها؟ يا عم اقول لها عايز اصور معاك يا استاذه تقلب عليا تطردي من الشغلانه عشان صوره بلاها صوره. تعرف بقى ان هي اللي وعدتني ان اتصور معاها. وعدتك مره واحده كده؟ وهي اللي طلبت قالت لي بقول لك انت شكلك مستقبلك كويس انا اتصور معاك عشان ابقى افكرك بالصوره دي بعدين. هي اللي طلبت؟ امال ايه؟ ايوه ازيك يا عفاف؟ نسوان وانا في البيت وامك جوه. هي ناقصه نجاسه يا شرده يا بنت الكلب. دي النجمه دنيا الصياد. اقلعي يا نجمه عشان تتاكد. اقلعي يا ديزل الكابتشول. يا لهوي هدي في حد ذاتها نعمه لا تباع ولا تشترك. نعمه ايه ديزل دغم عليها؟ حب الناس من الصدمة. عمرها ما شافت بيومي في وضع الحقيقة. ما بالك بقى انها شافتها. شافتني ايه؟ بقول لك اغمى عليها. مستهونة بنفسك انت يا نجمة. بنت عفاف يا بنت. ايوه هي يا بنت. استهدي بالله يا نجمة. اتعلمت رشتي ده اللي هيخلينا انا اللي يغمى عليها دلوقتي. امال هي هتفوق ازاي؟ انا عارف هتفوق ازاي. عفاف امسك اما البصرة. انا هجرب حاجة دلوقتي. لو ما فقتش اقلعي شبشب. ماشي. اختي وانا عارفها ما تفوقش غير بالطريقه دي. منورانا يا بنتي والله. ميرسي ده نورك. الله دي صورتي. شايفه العيشه؟ معلق لك صوره اكبر من صوره ابوها وامها. ايوه يا بنت هي بجد؟ يا لهوي. انا قد ما بنت زينب بتتوب وتعطس. قسما بالله العظيم يا اما نفت مرتين واحنا جايين في الطريق. انا مش مصدقه. انا حاسه اني بحلم. ده انا والله العظيم اللي مش مصدقه كل الحب ده. سيب ايدك يا بنت انا جالها حساسيه. ده مش زينا دي. مش حسين. طب بقول لك ايه؟ خديني معاك اشتغل معاك اي حاجه ان شاء الله ممثله زيك. واخوكي هيوافق؟ ده انا اكسر دماغها. عايزه تمثلي وتجيب لنا العار الناس تقول عليها ايه؟ طبعا عاملين فرصه سعيده جدا. لا مؤاخذه يا استاذه والله ما اقصد يعني بس ده منظر ممثله. ما حصلش حاجه. ولو انت ما عندكش مانع وانتي نفسك تشتغل انا اكون مبسوطه قوي انك تبقي معايا في البيت. تمام دلوقتي ورجلي على رجلي. لا بكره ان شاء الله. بكره فرصه سعيده. انا اسف بعد اذنك. ايوه طيب. بابنك الواطي اتصل بيه على المحمول يعمل لي بلوك
انا ابنك يبلقني؟ معلش يا مبطة، اصله مشغول شوية اليومين دول. مشغول فين؟ ما هو لا ايه فين؟ دنيا دنيا الصياد الممثل. انت يا بطة، انت يا بيت، انت يا بطة، انت يا بطة. ايوه ياما، فيه ايه؟ افهم من هنا يا بيت. هيكون من يعني ياما الممثلة دنيا الصياد. دنيا الصياد مين؟ الممثلة تحت اليومين دول ام حسن في خدها الشمال. وانت يا جدع، اوعى يا جدع. الله ينتقم منك يا مبطل. هي الحرب قامت ولا ايه؟ اه مر يا دنيا، يلا اعملي بوس البطه. بصي كده اهو، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مبطل. في ايه يا زيزو؟ في كارثه يا استاذه، كارثه. اهل منطقتي وانا اضرب ايهم، نص شباب المنطقه مسجلين اجرام والنص التاني متابعينك على الانستجرام. بس ما تخافيش، خليكي هنا. ولاعب بنزين تمارين يا مبارك، حفظتي؟ انا لو علي حفظت، لكن انت بقى لو رجحت في الكلام اعيش لك خدام. احنا مش في طابونا، عايزين ايه؟ عايز اشوفهم، ده حب حياتي. حياتك؟ انت حياتك خلصت من زمان، جاي تفتكر حياتك دلوقتي؟ الله جريه ديزل فيها يا جدع، هو احنا هناكلها؟ وربنا انا النهارده بس عرفت ابوك سماك بهيج ليه. يا جماعه العتب على الناظر، انا دخلت عندهم لقيت واحده حواجبها هي ودنيا نكفه واحده، افتكرتها هي. ايوه هي نفس الحواجب بس البودي مختلف. يا استاذ ديزل بعد اذنك طلعنا يا راجل، ده احنا حتى اهل منطقه الواد ده نسيته اهل منطقه. يا ناس ما تشوهوش سمعه الكتكات، الكتكات ما فيهاش تحرش. يا دي اسامه، شغل الحكاكين اللي بتعملوا له اول يوم العيد في جنينه البساط مش هينفع مع ضيوف. طب بص هنشوفها ونلفتها. يا مصريين يا مصريين افهموني يا ناس، اسمعوني، انا واحد منكم حاسس بيكم، عارف ان نصنا ما اتجوزش، عارف اننا تعبانين، بس واحده واحده. شوفوا الهند بدات من اللي الهند بدات من تحت. ده انا اللي نفسي اسلم عليكم. مش هي دنيا الصياد دي فيها شنب منها بس. ازيك؟ اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ خلاص يا ابا ايه؟ اهلا وسهلا، ازيك؟ زيك؟ ده الحكاك الكبير. اتفضل. ايوه هي دي مصر. هنمسك نفسنا هنتجوز كلنا. هنمسك نفسنا هنتجوز. طلعها. بس يا استاذه انت تعرفي لعبت اللباس بول منين؟ ايه اللباس بول ده يا ديزا؟ اللي هي كرة القاعدة، انت مالكيش في الانجليزي ولا ايه؟ خير الله امك على الخير. ما شاء الله بيت سيادتك اكبر من مدرسه الاورمان. لا ده مش بيتي. امال ايه ده، ملجا ده ولا ايه؟ لا مش ملجا، هبعت لك عنوان بيتي في مسج بالمواعيد. شكرا يا ديز. لا شكرا لك انت يا ست هانم على الشغلانه الحلوه وعلى زيارتك لينا. تصبح على خير. الحمد لله على السلامه. مفيش عشاء ولا ايه؟ ولو قلت لك ان احنا عايزين دنيا no. هندفع يا راغب. انا مش هكررها، يا ريت. بس صدقني الرقم المعروض واو، كان لازم تسمعه. برضو لا. اوكي راغب. هلو دونز، هاي هاي هاي. والله كنت هزعل لو ما كنتش شفتك قبل ما امشي. يا اخي يا ريتك كنت زعلت. أخف دم في الدنيا يا دنيا، وإنت دمك يلطش. ماشي يا دونز، راغب فكر في اللي أنا قلت لك عليها.
لو تعرفي اللي دمه ينطش ده عايز يدفع فيكي كام وترجعي. طب ما تسيبني ارجع، ما هو تستفيد بالفلوس. كان زمان يا حبيبتي. فرقت ايه دلوقتي عن زمان؟ زمان كان فارق معاك تعيشي، دلوقتي لا. قصدك زمان كنت عايشة، دلوقتي لا. اديني مضيت حضور، ممكن امشي؟ كان انا غلطان ان انا كنت عايز اشوفك. واديني جيت يا راغب، مش فارقة. والله المج في ايدي الشمال وقاعده كده. تلفزيون دم على كفاك. ياسر يا ريس. يلا صلح. ها كيلو. يلا اتفضل يا ريس. يلا اتفضل. انا اسف جدا يا جماعه. يلا يا سيدي. كاست جاهز بعد الشوط. 30 واحد اول مره. انا لو احمد بيحبني زي ما عمر بيحب كده انا كنت اتجوزته من امبارح. بس انت كده غاويه تجري ورا اللي بيقلبك. انا عارفه انه بيحبني. طب احمد بيحبني زي ما عمر. وانا عمري ما هتجوز واحد بتاع نسوان. بس انت كده طول عمرك بتجري ورا اللي يقلبك. مش يمكن هيتغير؟ اديله فرصه، جربي. اتفضلي يا استاذ. تسلم سيادتك، اخد منك الميك. ودي معاها من امتى؟ أول مرة تيجي معاها النهاردة. ماشي. اعرف ايه نظامها وبلغني قبل الكاستنج. تمام يا راغب. بقولك شفتك على فكرة. مين الأخ؟ مين الأخ؟ ابقى سأل عني وانت تعرفي مين الأخ. مبسوطة يا عفاف؟ ما اتبسطتش ليه؟ اكل ومرع وقلة صنع. واخبار الشغل الجديد ايه على حسك؟ نفسي ما اروحش منه. لما ابقى نجمة هطلع احسن منك واجيبك تشتغل معايا. ماشي يا نجمة. المهم مش عايزك تنسى اللي اتفقنا عليه. خايف عليا؟ لا مش خايف عليك، عشان عارف انك بميت راجل. عفاف قالت لك تيجي معنا سفرية العين السخنة ولا لا؟ لا. معنى انك اتصلتي يبقى عرفتي مين الاخ. انا برضو مش فاهمه انت عايز مني ايه. انا شفت عينيكي بتلمع وانت واقفه في اللوكيشن وبتسمعي حوار دنيا السراد مع نفسك كمان، فقلت اسالك سؤال. ما نفسكيش تمثلي؟
دانيا بص، اسمك وسنك واول ما تبقى جاهزه ابدا على طول. عفاف الاسمر 28 سنه. انا ما عنديش استعداد اعيش مع واحد بيشك فيا ليل نهار. وهستحمل كل ده ليه؟ عشان بحبه؟ يولع الحب اللي بالشكل ده. ده حب يأسف العمر. انا هقول له يطلق. برافو. برافو بس. ما يتقلهاش برافو. دي يتقلها عظيمة. اسمك ايه قلتيلي؟ عفيف. عفيف. عفيف الأصفر. عفيف. ساعة وهتحرك يا بدر. ساعة وهتحرك يا بدر. يلا فايز والجماعة ان احنا هنطلع. يلا لو وقفتي لحظة واحدة هتخسري يا عفاف. اول ما الاقفاص دي تتفتح اجري. اجري يا عفاف. استنى هنا، استنى. ايه الواد ده عفاف يا نت؟ مش مهم ايه الواد ده، المهم نلحقها. هو لما انت كنت فاكر انها دعاره زقيت اختك علينا ليه؟ عفاف مش اختي. Thank you.
كفاية كده يا راغب، خلينا نبعد نوقف كل حاجة. أنا عن نفسي مستعدة بطل تمثيل، بس أنت تقول لي كفاية لحد كده. مش بالسهولة دي. ليه؟ ما أنا توبت زي ما أنت ناوي تتوب، ونسيب الحتة باللي فيها ونتجوز. مش بالسهولة دي عارفة. يعني أنت ما بتحبنيش؟ يا بنت بحبك وما حبيتش غيرك. وأنا من ساعة ما عرفتك شعري ما اتفردش على ظهر راجل غيرك، وأنت عارف. من ساعة ما عرفتك، ما قبل ما تعرفيني اتفرد على ظهر ناس كتير، وبعدين ما تفكرنيش بالموضوع ده عشان بزعل. طب ما أنت عارف من الأول. حبيتني ليه؟ إزاك عففت تحب بس، إنما ما ينفعش تبقى معايا. عندك حق. اللي زيي تتحب، لكن تتحب بس لا يا بدر. أنا ما ينفعش أبقى أم عيالك، ولا أنت ينفع تبقى حبيبي. عفاف بنتي، عفاف عفاف. ازيك يا باشا؟ انا قلت لك تقعد. مؤاخذة يا باشا، انا جاي ضيف مش منتهى. ده ايه الثقة دي كلها؟ ماشي السليم بيه قوي يا باشا. عندك حق. عندك قهوة؟ أنت مسجل خطر وملفك منور عندنا في أرشيف الأمن الوطني. ممكن يا باشا أعرف سيادتك عايز مني إيه بالظبط؟ عايزينك تشتغل معانا. أنت شغال دوبلير في فيلم دنيا الصياد الجديد. مظبوط يا باشا. دي أول خطوة، وأنا هشرح لك بالظبط تعمل إيه. بعد ما تخلص ملفك هيتمسح نهائي ولا كأنه كان موجود. ملفي وملفك هيتمسح؟ يعني هنرجع كما ولدتنا أمهاتنا؟ مش مضروب فينا الفرق. ساعتها ينفع؟ يا دي النيلة، ملفاتنا تتمسح إنما تاريخي وتاريخك خلاص ما تكملش. الملفات بتتمسح بس اللي عارفه الزمن ما بيتمسحش. ربنا يكملك بعقلك. اللعب مع الناس الكبار دول بيخوف قوي. وانت تخافي من ايه؟ بتعمل اللي طول عمرك بتعمليه، بس من غير ما حد يلمسك. ماشي يا بدر، انا هعمل لك اللي انت عايزه. انا هسيب منى عند البت جارتي، بس امان عليك لو حصل لي حاجه تحط البت في عينك. بنت ما تخافيش، انا جنبك. ماشي، قول لي بقى نخش عليهم ازاي. خش عليهم ازاي؟ خش عليهم كده. الناس عشتينا. مش خايف عليا؟ لا مش خايف عليك، عشان عارف انك بميت راجل. اقفل يا باشا عشان ما تجرمش دينا. سبتلك الباب مفتوح عشان ما يصحش باشا زيك يقف على السن. انت مين وعايز ايه يالا؟ يعني انا اقول لك يا باشا وانت تقول لي يالا؟ انجز. اسمي بدر الديزل، عايز اعرف خدت دنيا على فين. وما تقلقش يا باشا، الفيديوهات اللي معايا لا ابعتها للحكومه ولا ابعتها الراجل ده. بص يا روح امك،
انت لا هتبعت فيديوهات لحد ولا هتنزل من هنا لحد ما اعرف حكايتك ايه. سيب اللي في ايدك ده وانزل على ركبك. يالا يالا تاني برضو. تمام. فين يا فايز؟ عملت ايه؟ انا بعدت فايز عند اللي خلقه. انا بدر الديزل، عايز اشوفك راغب بيه. انا كمان، انا كمان. المفروض ان انت تبقى عندي دلوقتي، بس معرفش تاخرت ليه. صباح الخير. نمت كويس يا حبيبي؟ اديني جبتك في المكان اللي قلبت الدنيا عشان توصل لي. بس بعد ايه؟ بعد ما موت واحد من اسيادك عشان واحده جربوعه ولا تسوى؟ زيها زي الورطة دي.
نسيت كل اللي عملته عشانها. بس دلوقتي هفرجها على كل اللي هي مش قادرة تنساه تاني. اللي انت كنت جاي عشانها انا هبعتك ليها هناك هناك. اجري. من هنا يلا
مش جاي معاك تاني. الجربوعة اللي بتتكلم عنها جايز متسواش حاجة بالنسبة لك وبالنسبة للي زيك، بس بالنسبة لي وبالنسبة لبنتها اللي تهتمت تسوى الدنيا كلها. انت اللي متسواش رصاصة من المسدس ده، لانك كده كده ميت. يا ابن الغشيمة. ايه لا مؤاخذة، لا مؤاخذة. عارف يا جزم، لو اخويا ابن امي وابويا مش هقف جنبي زي ما انت ما وقفت جنبي. هما مش الغلابة لبعضهم برضو ولا ايه؟ بجد يا جزم مش عارف اقول لك ايه. قول شكرا بس. شكرا يا صاحبي. الحمد لله على السلامة يا عماد. الأستاذة الدنيا بنفسها. الله يسلمك يا أستاذة، والله ربنا يخليك. دخلت التاريخ يا ابن المحظوظ. الحمد لله على السلامة يا أستاذة، وجاي من بعثة روسيا. الراجل كان مسجون من شوية. بطل رخامة. ليك حق تقولي بطل رخامة. الله يرحم أيامك يا ديزل، أيام ما كانش في حد بيضحكني قدك يا ديزل، ما حدش بفضفض واخد ودي معاه في الكلام قدك يا ديزل. ما خلاص يا عم. خلاص، ما السواق بتاعك جه. السواق بتاعي؟ ليه يا ديزل؟ وانت مش تشتغل معايا تاني ولا ايه؟ لا يا أستاذ، ده رزق أخويا، ما ينفعش حد يقطعه فيه. أيوه بس أنا محتاجة جنبك. ولا جنبك يا أستاذ. اللحظة اللي هتفكري في ديزل هتلاقيني قدامك على طول. خلي بالك من الأستاذ. عليا. أشوف وشك بخير يا أستاذ.